طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، أهلا بكم في مراجعة امتحان شهر نوفمبر، واللي بتتضمن درس الحرارة وغاز الأكسجين وغاز ثاني أكسيد الكربون. أكمل العبارات الآتية: فكرة عمل الترمومتر هي تغير إيه السائل مع تغير درجة الحرارة؟ طبعا تغير حجم السائل مع تغير درجة الحرارة. من أنواع الترمومترات: ترمومتر طبي وترمومتر مئوي. يتجمد الماء عند درجة حرارة 0 درجة سيليزية ويغلي عند درجة 100 درجة سيليزية. من الأجهزة التي تستخدم في قياس درجات الحرارة هي مين؟ هي الترمومترات. يستخدم الترمومتر الطبي في قياس درجة حرارة جسم الإنسان، وتدريجه يبدأ من 35 درجة مئوية إلى 42 درجة مئوية. يستخدم الترمومتر المئوي في قياس درجة حرارة السوائل. تدريج الترمومتر المئوي يبدأ من درجة 0 درجة سيليزية إلى 100 درجة سيليزية. يتكون جزيء غاز ثاني أكسيد الكربون من ذرة كربون مرتبطة بذرتي أكسجين. يحضر ثاني أكسيد الكربون في المعمل بإضافة حمض هيدروكلوريك إلى مسحوق كربونات الكالسيوم. ينبعث غاز ثاني أكسيد الكربون نتيجة احتراق المواد العضوية من أمثلتها الخشب والفحم الزيت التبغ. تبلغ نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي 3 من 100% ويرمز له بالرمز CO2. عند تفاعل غاز ثاني أكسيد الكربون مع ماء الجير الراق تنتج مادة كربونات الكالسيوم، المادة البيضاء التي تسبب التعكر ولا تذوب في الماء. يستخدم غاز ثاني أكسيد الكربون في التبريد عندما يتحول إلى الثلج الجاف. يحترق المغنيسيوم في وجود ثاني أكسيد الكربون مكونا مسحوق أبيض يسمى أكسيد مغنيسيوم. يجمع غاز ثاني أكسيد الكربون بإذاحة الهواء لعمل. زيادة نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون تؤدي إلى اختناق الكائنات الحية وظاهرة الاحتباس الحراري. اختر الإجابة الصحيحة. يتكون غاز ثاني أكسيد الكربون عند إضافة حمض هيدروكلوريك المخفف إلى مسحوق كربونات الكالسيوم. يظل شريط المغنيسيوم مشتعلا داخل مخبار مملوء بغاز ثاني أكسيد الكربون، ويتكون أكسيد مغنيسيوم، وطبعا يترسب الكربون أو الفحم الأسود. ماء الجير هو اسمه العلمي هو هيدروكسيد الكالسيوم. في عملية البناء الضوئي يمتص النبات، بياخد غاز بالظبط كده CO2. الغاز الذي يستخدم في صناعة الثلج الجاف هو غاز ثاني أكسيد الكربون الصلب. من خصائص غاز ثاني أكسيد الكربون انه اثقل من الهواء، اخف من الهواء، له لون ورائحة، لا يذوب في الماء. غاز ثاني أكسيد الكربون اثقل من الهواء. عند امرار هواء الزفير في ماء الجير الرائق الذي يحتوي على غاز ثاني أكسيد الكربون فإنه يتعكر مكونا مادة تسمى مادة كربونات الكالسيوم. الغاز الذي يتفاعل بسهولة مع الكثير من العناصر هو غاز الأكسجين، هو غاز نشط. من خصائص غاز الأكسجين إنه شحيح الذوبان في الماء أو قليل الذوبان في الماء. الغاز الذي يستخدم مع غاز الاستيلين في لحام المعادن وتصل درجة حرارته 3500 هو غاز الأكسجين، وينتج لهب الأكسي استيلين. ينحل أو يتفكك فوق أكسيد الهيدروجين في وجود ثاني أكسيد المنجنيز إلى أكسجين وماء، ودي طريقة تحضير غاز الأكسجين في المعمل. عندما تحترق كتلة من سلك التنظيف المصنوع من الحديد في الهواء مع الأكسجين فإن الكتلة هل تزداد تنقص؟ تقل للنصف لا تتأثر أو لا تتغير. طبعا الكتلة بتزداد تتحدى مع غاز الأكسجين وتكون مادة أكسيد الحديد. كثافة غاز الأكسجين بالنسبة لكثافة الهواء: كثافة غاز الأكسجين أكبر من كثافة الهواء. يحضر غاز الأكسجين من تحلل فوق أكسيد الهيدروجين في وجود العامل المساعد اللي هو مين؟ ثاني أكسيد المنجنيز الذي يعمل على زيادة سرعة التفكك ولا يدخل في عملية التفاعل. يشكل غاز الأكسجين نسبة 21% من حجم الغلاف الجوي. تتكون الطبقة الموجودة بالغلاف الجوي والتي تحمي الأرض من الأشعة الضارة من غاز الـ O3 اللي هو غاز الأوزون.
اقل درجه في تدريج الترمومتر المئوي تمثل درجه تجمد. تجمد مين بالظبط كده؟ تجمد الماء اللي هي صفر درجه مئويه. تعتمد فكره عمل الترمومتر على تغير حجم السائل مع تغير درجه الحراره. يحتوي مستودع الترمومتر الطبي على طبعا على ماده الزئبق. يبدأ تدريج الترمومتر المئوي من صفر درجة سيليزية. يبقى الزئبق سائل بين درجتي حرارة، والسؤال ده مهم جدا، سالب 39 إلى 357 درجة سيليزية، ودي من مميزات الزئبق كسائل ترمومتري. تدريج الترمومتر الطبي ينتهي عند 42 درجة سيليزية. درجة حرارة جسم الإنسان السليم هي 37 درجة سيليزية. وكده سنة ستة نكون انتهينا من مراجعة امتحان شهر نوفمبر، واتمنى لكم التوفيق بإذن الله.